السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل عزيز رحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم مثلا فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أن تكذبوا عنكم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن يضر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت ربكم فاسمعوا قيل ادخل إلى جنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعد جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون، ولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، إن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة رحيناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر بل يسابق النهار كل في فلك يسبحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المحشورون خلقنا لهم من مثل ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا يغرق لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا متاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أدرمه أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ ما يقسمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفقوا في السور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينصرون، قالوا يا ولنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فلليوم لا تصدق نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون، هو أزواجهم في زلال على الأرائك متكئون، لهم فيها باكية ولهم أدع سلام قولا من رب رحيم، وامتدر يوم أيها المجرمون، ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، إسلامها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسكناه على مكانته وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن عمد نعكس الخلق فلا يعقلون، وما علمناه شرع ما ينبغي لئن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حين يحق القول على الكافرين، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهو لها مالكون، وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون،
لا يستطيعون نصر ما هم موجود محضر فلا يهدون قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أعوذ برول الإنسان أنا ولكنا وإن نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى قلقه قال ما يحرز ما هو رميم قل إحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعلك من شجر أخضر نار فإذا أنتم تذوقون وليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة ياسين سورة تبارك كلام أنتم تجيب بحال لكي لايك جيبين شير كوبين إن شاء الله أمولي نيوتي شبه شنبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.